السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأخبار من الميادين نبدأها بالعناوين. القوات العراقية تحرر قضاء عنا غرب الأنبار وتتقدم في الشرقات تمهيدا لتحرير الحويجة. وزراء خارجية العراق وإيران وتركيا يعلنون تنسيق خطواتهم ضد استفتاء كردستان ويؤكدون الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة يستعدون لتطهير حويجة صقر بغطاء جوي روسي. ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات. الرئيس اللبناني في الأمم المتحدة يدعو إلى جعل لبنان مركزا للحوار بين الحضارات. في ذكرى ثورة سبتمبر مسيرة حاشدة في صنعاء وأنصار الله يتهمون الأمم المتحدة بتجميد الحوار لحل الأزمة. مرحبا بكم. أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله الخميس تحرير قضاء عنا غربية محافظة الأنبار بشكل كامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه. القوات العراقية بالتعاون مع الحشد العشائري كانت قد باشرت قبل يومين عملية تحرير القضاء من 3 محاور. وإلى كركوك حيث حررت القوات العراقية بالتعاون مع الحشد الشعبي 20 قرية ضمن الصفحة الأولى من عملية تحرير الحويجة من تنظيم داعش. وبدأت القوات العراقية معركة طرد التنظيم من غرب مدينة كركوك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق المرحلة الأولى لتحريرها. معنا من بغداد مراسل ميادين عبد الله بدران. عبد الله، إذا نتحدث عن الصفحة الأولى لتحرير الحويجة، نتحدث عن تحرير 20 قرية في ضمن هذه الصفحة، ما أهمية ما أنجز وماذا في الغد؟ نعم، من الواضح رامية أن ما تحقق اليوم كان سريعا وفق القياسات التي كانت موضوعة أصلا في العمليات المشتركة التي غالبا ما تضع سقف زمني لأهداف التحرير، تعطي ذلك طبعا بضعة أيام تحسبا للمواجهة وتحسبا لأي مفاجآت قد تحملها المواجهة ضد مسلحي داعش. وأكثر وقت يوضع في المواجهة هو للجهد الهندسي لأسباب تتصل طبعا بالتلغيم وبسيطرة داعش لفترة طويلة على تلك المنطقة، سيطرة لداعش على مرتفعات تلك المنطقة سواء من مرتفعات حمرين أو الأماكن التي تواجد فيها في الجهة الشرقية من مرتفعات مكحول أو حتى محاولة الإعاقة التي سينفذها التنظيم عند منطقة الفتحة التي تمثل نقطة التقاء مرتفعات حمرين بمكحول اتصالا بضفاف نهر دجلة ووصولا إلى كل المناطق التي هي الجزء الجنوبي الغربي من محافظة كركوك الرشاد والعباسي وصولا إلى الحويجة والرياض وحتى الزاب. تلك المنطقة تضع فيها القوات العراقية سقفا زمنيا على اعتبار أن المواجهة مواجهة جبهة، تقدم للدرع العراقي يكون أسهل من حرب الشوارع والمدن. هناك قرى مترامية الأطراف، الطرقات ما بينها ملغمة. يتوقع القياديون الذين يضعون الخطة أن داعش سيلجأ لأسلوب الإعاقة عبر التلغيم وحقول من المفخخات، والأسباب طبعا معروفة. داعش يعاني عمليا على الأرض من ضعف في البنية العسكرية، انهيار في وضع مسلحي، خصوصا مع التقدم السريع الذي تحققه القوات العراقية في غرب الأنبار والتقدم الذي حصل في تل عفر والعياضية والموصل واستعادة ما أراده مركزا للخلافة. لذلك الوضع ليس بصالحه أبدا من الناحية العسكرية، هو مطوق في الحويجة، ليس لديه أي منفذ، القتال سيكون ضمن دائرة والاندفاع صوب قطر هذه الدائرة تحرك القطاعات العسكرية العراقية. لذلك كان الانهيار سريعا في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط، علما أن داعش خلال الفترة الماضية رامية شن عدة هجمات انطلاقا من منطقة إمام غربي، انطلاقا من الساحل الأيسر باتجاه الساحل الأيمن، استهداف لضفاف النهر، استهدف حتى العائلات من أبناء تلك المنطقة، ونفذ قبل فترة مجزرة بقرابة 22 مدنيا من العائلات بعدما فشل مسلحوه بهجوم شنوه وانسحبوا خلال ظلام الليل. القوات العراقية تتوقع أن داعش سيلجأ لأسلوب الإعاقة عبر حقول الألغام لا للمواجهة
بها المباشرة، خصوصا مع اقترابها من أن تحسم الوضع عسكريا في الساحل الأيسر للشرقاط، وعند ذلك هي تحرك المحور الجنوبي وتندفع أكثر من محور قصبة بشير والمناطق التي فيها الحشد التركماني والحشد الشعبي. كما علمنا طبعا هناك قوات خاصة موجودة مدربة بشكل كبير وعالي، يمكنها أن تنفذ عمليات صعبة واندفاع سريعة من المحور الغربي. على هذا الأساس طبعا مع معلومات تفيد بأن هناك قرابة 2000 مسلح من داعش، لكن كذلك هناك سيناريو بتسليم عدد من مسلحي داعش لأنفسهم. الاندفاع الذي تحقق اليوم كان سريعا، التنسيق كما هو واضح كان عاليا بين الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والإسكان الصاروخي للشرطة الاتحادية ولفرقة الرد السريع في المحاور التي تشكل شمال غرب العمليات، شمال غرب بقعة وساحة ومسرح العمليات. كان الاندفاع سريعا للقوات العراقية، لكن تبقى القوات حتى هذه اللحظة بانتظار المرحلة الثانية التي قد تشمل الاندفاع أكثر باتجاه الحويجة وخطوط داعش الدفاعية الموجودة في الرشاد والعباسي. كل الشكر لك عبد الله بدران مراسل الميادين على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مباشرة من العاصمة العراقية. عراقيا أيضا، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قال إن المرحلة الأولى بدأت من 4 محاور رئيسية ومن محور غربي سيبدأ بعد يوم أو يومين، تستهدف أيسر الشرقاط. فجر يوم 21/9/2017 بدأت عملياتنا، عمليات تحرير الحويجة، وبدأت المرحلة الأولى من هذه العمليات. تبدأ العمليات الآن من 4 محاور رئيسية، ومحور غربي إن شاء الله يبدأ بعد يوم يومين إن شاء الله. هذه المرحلة الأولى، وستلحقها إن شاء الله مرحلة ثانية بتحرير مدينة الحويجة إن شاء الله. الحويجة فقط أم أيسر الشرقاط وبعض المناطق المقابلة لها؟ طبعا المرحلة الأولى تشمل أيسر الشرقاط، والمرحلة الثانية راح تشمل الحويجة كاملة إن شاء الله. توازي الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي أفاد بأن القوات العراقية المشتركة تتقدم نحو أهدافها للقضاء على داعش في الحويجة. هذه العمليات الكبرى التي ابتدأت اليوم في صفحتها الأولى بتحرير الساحل الأيسر للشرقاط والأجزاء المرتبطة به باتجاه قضاء الحويجة، لغاية الآن التقدم كبير، لا توجد خسائر، الخسائر في العدو كبيرة، هروب في صفوف العدو، تم كسر الخط الصد الأول للعدو واندفعت القطعات في عمق مواقع هذا التنظيم الإرهابي، ولغاية الآن تتوالى أخبار الانتصارات والفتوحات. والآن نتعرف على المحاور التي انطلقت منها عملية تحرير الحويجة إضافة إلى مساراتها مع الزميلة سارة الحاف. أهلا بكم. انطلقت المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة غربية مدينة كركوك الغنية بالنفط. قيادة العمليات المشتركة أعلنت شروع القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها بعملية التحرير. من 6 محاور رئيسية وثلاثة فرعية بدأت العمليات، وتحديدا من القيارة ومن أيمن الشرقاط ومن منطقة الفتحة وخط تماس من قصبة بشير تجاه قرية الشك وصديدات السفلى والوسطى والعليا. وتشمل هذه العمليات أيسر الشرقاط والحويجة والمنطقة التي تضم الفتحة والزاب والرشاد والعباسي. الجيش وقوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع والحشد الشعبي تشارك في هذه العملية. أما مع قوات البشمركة المرابطة شمال القضاء فلا تنسيق حتى الآن، خصوصا مع الاختلاف القائم حول استفتاء إقليم كردستان. ومع بداية المعركة باشرت ألوية الحشد الشعبي والفرقة المدرعة 9 للجيش العراقي تقدمها باتجاه أيسر الشرقاط من المحور الشمالي الشرقي، وسيطرت على مناطق كنعوس العليا وشراوة وطوينة وحمد السير وحياوي الشمالية وغيرها. الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها في صدد تحضير القوات العراقية لجولة جديدة من المعارك ضد تنظيم داعش، والهدف هو استعادة قضاء الحويجة ومناطقه المحيطة بين صلاح الدين وكركوك. ولهذه المهمة تم تجهيز قوات تفوق 40,000 مقاتل مزودين بأسلحة حديثة ومدعومين بغطاء جوي ومدفعي. وللإشارة فأنه بعد تحرير تل العفر انحصر وجود تنظيم داعش في قضاء الحويجة ونواحي الرياض والزاب والرشاد والعباس، وهي معاقل مهمة للتنظيم اتخذها قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك.
شدد وزراء خارجية إيران وتركيا والعراق على أن الاستفتاء في كردستان العراق يعرض للخطر جميع الإنجازات والجهود العراقية في محاربة داعش. وفي ختام اجتماعاتهم في نيويورك، أعرب الأطراف الثلاثة عن رفض استفتاء كردستان وطلبوا من رئيس الإقليم الامتناع عن القيام به لأنه يناقض الدستور العراقي ويخلق خلافات جديدة في المنطقة لن تكون السيطرة عليها سهلة. أكدت حركة عصائب أهل الحق رفضها مبادرة رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم بشأن استفتاء كردستان بوصفها مخالفة للدستور العراقي. وفي بيان رأت الحركة أن الاقتراح يتضمن اعترافا واضحا بالاستفتاء. وقد دعا البيان الأمم المتحدة إلى أن تكون مبادرتها الخاصة بالشأن العراقي تحت سقف الدستور. كما دعا البيان أساسة إلى عدم الانجرار وراء المسارات التي اندفع بها بارزاني للتغطية على تفرده وعائلته بالسلطة وفق ما جاء في نص البيان. مبادرة الرئيس العراقي تنص على أن تباشر بغداد وأربيل المفاوضات في الشهر الجاري من دون شروط، وأن يستكمل الحوار خلال 3 أعوام، وترعى الأمم المتحدة تنفيذ الاتفاقات، وفي حال عدم تنفيذها تعود أربيل إلى فكرة الاستفتاء. وفي المبادرة تشكيل لجنة للإشراف على المفاوضات برئاسة معصوم وعضوية رئيسي الوزراء والبرلمان ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق. ننتقل الآن إلى سوريا وتحديدا إلى دير الزور، حيث يستعد الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة لتطهير حويجة صقر من تنظيم داعش بغطاء جوي روسي وفق ما أفاد به مراسل الميادين. كما وصلت القوات السورية وحلفاؤها في محور المقاومة تقدمها شمال غرب المدينة على ضفاف نهر الفرات باتجاه مدينة معدان آخر معاقل داعش في ريف الرقة الجنوبي الشرقي. مراسل الميادين أشار أيضا إلى أن تنظيم داعش استهدف مجددا قافلة مساعدة إيرانية وصلت أمس إلى مدينة دير الزور. للمزيد من دير الزور ينضم إلينا الزميل مجد ليلى. مجد، أين وصلت هذه الاستعدادات للجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة لتطهير حويجة صقر طبعا بغطاء جوي روسي؟ نعم، هي عمليات مستمرة باتجاه استكمال السيطرة على منطقة حويجة صقر في الريف الشرقي لمدينة دير الزور. كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة، طبعا هي منطقة زراعية واسعة الامتداد تحيط بها مياه نهر الفرات من الجهات الأربعة. الجيش السوري نجح في عبور الفرع الأولى قبل أيام من الآن، والآن يعني عمليات التقدم يعني تجري بشكل مدروس تحديدا في هذه المنطقة كونها منطقة مهمة بالنسبة لداعش، قام بتحصينها هندسيا بشكل كبير. الطيران يعني بادر إلى تدمير الجزء الأكبر من هذه التحصينات التي أقامها تنظيم داعش على مدى 3 سنوات من سيطرته على منطقة الحويجة حويجة صقر. طبعا أيضا يعني هناك موضوع أهم بالنسبة للجيش السوري وهو التقدم المدروس لتجنب حقول الألغام الكثيرة التي زرعها تنظيم داعش وخلفها في منطقة حويجة صقر. هذا الأمر يعني ربما يجعل العمليات تتباطأ بشكل أو بآخر لناحية تفكيك هذه الشبكة من الألغام، خصوصا انها يعني مناطق زراعيه، مناطق يعني ذات يعني طبيعه زراعيه ومزارع واسعه الامتداد في هذه المنطقه الجغرافيه من ريف دير الزور. لكن بالمجمل يعني العمليات هناك تجري على مدار الساعه، يتم التعامل مع قناصين زرعهم تنظيم داعش في ابنيه مشرفه على المعبر الذي انشاه الجيش السوري للعبور الى داخل منطقه حويجه صقر. ايضا هناك يعني رشاشات ثقيله تم التعامل معها اليوم، كانت يعني تحاول عرقله تقدم القوات. معظم العمليات العسكرية في منطقة حويجة صقر هي عمليات يعني عمليات تتكفل بها قوات الاقتحام في الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة. هذه العمليات هي اشتباكات مباشرة، اشتباكات قريبة، يعني داعش يعتمد على القنص، وأيضا الجيش السوري يقابل هذا الأمر يعني بتحركات مدروسة لمجموعات الاقتحام التي يزج بها في هذه العمليات، ويعني يقوم بالتقدم المدروس مزرعة تلو الأخرى. طبعا منطقة الحويجة هي تعتبر آخر خطوط
امداد داعش باتجاه داخل الاحياء التي يسيطر عليها في مدينه دير الزور من الريف الشرقي، ايضا هي منطقه قريبه جدا يعني من مطار دير الزور العسكري. هذا الامر يعني سيمنح المطار المزيد من الحمايه والتامين وابعاد خطر داعش عن مدارج هذا المطار الذي عاد للعمل بطبيعه الحال. يعني اليوم عند العوده من جبهه حويجه صقر رصدنا هبوط طائره في مطار دير الزور، طبعا هذا الامر كان بعيد عن المطار خلال السنوات السابقه، حتى يعني ان الطيران كان يهبط خلال ساعات الليل، اما الان يعني المطار يستخدم في وضح النهار، الطائرات تهبط في وضح النهار بعد تامين طوق امن وكافي حول مطار دير الزور العسكري لهبوط هذه الطائرات. طبعا العمليات العسكريه في مدينه دير الزور على اكثر من محور يعني تجري بشكل مستمر، تحديدا ايضا في ناحيه المحسن وتقدم باتجاه ناحيه المحسن، وايضا لناحيه حسم جبهه الريف الشمالي الغربي وتقدم باتجاه معدان لحسم هذه الجبهه التي تعتبر يعني فيها هذه القريه قريه معدان اخر معاقل داعش في الريف الشمالي لمدينه دير الزور. طبعا خطوط الامداد يعني باتت مقطوعه نسبيا باتجاه احياء مدينه دير الزور بعد تقدم الجيش السوري في حويجه صقر وسيطرته ايضا قبل ايام على قريه الجفره. هذه الخطوط هي التي كان يعتمد عليها داعش في الامداد الى داخل المدينه والى داخل الاحياء التي يسيطر عليها في مدينه دير الزور. هي خطه من الجيش السوري لتقسيم الجبهات ولتقطيع اوصال التنظيم في منطقه دير الزور بشكل كامل، عزل الريف عن المدينه المباشره في عمليات المدينه يعني ريثما يعني بعد ان يتم قطع طرق الامداد عن احياء هذه المدينه، ومن ثم المباشره بالعمل العسكري داخل هذه الاحياء وتخليص المدينه من خطر داعش ووجود مجموعات داعش، ومن ثم ايضا يعني الاندفاع باتجاه الريف الشرقي الذي يعتبر اكبر معاقل داعش حتى في هذه الايام بعد الوصول الى مدينه دير الزور. الريف الشرقي هو اكبر هذه المعاقل في سوريا بشكل كامل، نحن نتحدث عن الميادين وايضا العشاره والبوكمال باتجاه الحدود العراقيه السوريه. نشكر لك مجد ليلى، كنت معنا مباشره من مدينه دير الزور. وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت أن أكثر من 85% من أراضي مدينة دير الزور باتت تحت سيطرة الجيش السوري، وتوقع أن يسيطر عليها الأسبوع المقبل. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أعلن أن موسكو أبلغت ممثلي قيادة القوات الأمريكية بأنها سترد على محاولات إطلاق النار من مناطق وجود قوات سوريا الديمقراطية، كما أشار إلى انضمام عدد من مسلحي هذه القوات من شمال دير الزور إلى فصائل داعش. إلى ريف مدينة السلمية الشرقي، حيث استعاد الجيش السوري والقوات الرديفة 80% من ريف ناحية عقيربات الغربية الذي يضم أكثر من 20 قرية وبلدة. الجيش السوري فتح جبهة المحور الغربي لعقيربات انطلاقا من قرية السان عبر قاعدتين، الأولى من جهة بلدة حسو العلباوي والثانية من جهة قرية المبعوجة. المعارك دارت في محيط أبو حناية التي باتت تشكل إلى جانب قرية الحردانة أكبر تجمع لتنظيم داعش على المحور الشرقي لمدينة السلمية بعد سقوط أكبر معاقل التنظيم بيد الجيش السوري. قائد ميداني في الجيش السوري أكد أن الريف الشرقي لمدينة السلمية بات محصورا بعدة قرى فقط، ثم ستصل القوات إلى المفجر الغربي وبر الشرقي ويتم إنهاء وجود داعش على هذا المحور بالكامل. حاليا متواجدين باتجاه أبو الحناية، والعمل مستمر حتى تنظيف كافة الريف الشرقي لمدينة السلمية، وفي الأيام القليلة القادمة سيتم إعلان النصر في ريف الشرقي للسلمية بالكامل. ما نمتار بين كل عسكري وعسكري. الجيش السوري يعتمد في عملياته العسكرية على قطع خطوط الإمداد بين المناطق التي ما زال يتواجد فيها داعش لفرض طوق خانق عليه ضمن المساحة الضيقة التي لا تتجاوز 20% من المساحة المتبقية لريف عقيربات الغربي شرق السلمية. هي عملية تكتيك اتبعها الجيش فاجأ من خلالها داعش، حيث نفذ عمليات التفاف وإغارات على مواقع التنظيم وكسر خطوط دفاعه التي مكنت الجيش من السيطرة على المناطق الاستراتيجية. نحن قمنا بعد تحرير
بحدود ال 15 ضيعة من اتجاه الشمالي. قمنا بعمليات التفاف من وراء الضياع وفتنا على الضياع من الجهة الخلفية. مع الالتفاف تبعنا طبعا انه الدواعش ما كانوا قادرين انه يثبتوه، صاروا عمليات مقاومة بسيطة بس كانت تجيهم طرق امداد من باقي الضياع اللي لسه ما تحررت. الجيش السوري واجه مقاومة عنيفة من داعش خلال تقدمه البري. التنظيم استخدم عددا كبيرا من الانتحاريين والألغام لعرقلة تقدم القوات البرية إلى جانب تفخيخه السواتر التي كان يتحصن فيها. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أن لبنان انتصر على الإرهاب من خلال حفاظه على وحدته الوطنية. على الرغم من تسلل العناصر الإرهابية إلى بعض مناطقه وبلداته وقراه وتشكيلهم مجموعات وخلايا مسلحة فيها، لكن لبنان وبجميع قواه تمكن من القضاء عليها تدريجيا، ومؤخرا قام جيشنا بالمعركة النهائية على حدودنا مع سوريا وحقق انتصارا كبيرا على التنظيمات الإرهابية من داعش والنصرة ومتفرعاتها وأنهى وجودها العسكري في لبنان. الرئيس اللبناني اقترح في كلمته اعتماد لبنان مركزا دائما للحوار. أطرح ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق، مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، آملين من الدول الأعضاء أن يدعموا لبنان في سعيه لتحقيق هذا الطلب عندما يعرض. وعن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة أشار عون إلى أن هذه الانتهاكات ليست جديدة وهو ما دأبت عليه إسرائيل منذ 7 عقود حتى يومنا. وهي تسجل ما لا يقل عن 100 اختراق بري وبحري وجوي للسيادة اللبنانية كل شهر، ولبنان يتقدم بالشكاوى إلى مجلس الأمن من دون أن يتمكن هذا الأخير من ردعها. مستمرون بتقديم 7 وأبرز ما فيها بعد الفاصل. غارات للتحالف السعودي تسقط المزيد من الضحايا في اليمن. أهلا بكم من جديد في 7 من الميادين والتي نستأنفها من إيران، حيث وصف المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاتفاق النووي بالسخيفة والكاذبة. وفي كلمة أمام مجلس خبراء القيادة رأى خامنئي أن سبب غضب الأمريكيين هو فشل مشروعهم في الشرق الأوسط المتمثل بوضع العراق وسوريا ولبنان تحت نفوذهم. خامنئي أوضح أن طهران لا تدعو إلى قطع العلاقات مع العالم، لكنها لا تستبدل مواطن قوتها بالاتكال على الغرب. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن التصريحات العدائية والتحريض على الكراهية لا تعد كونها ضوضاء، مؤكدا إحباط جميع المؤامرات ضد الثورة. الاعتداء ومهاجمة الشعب الإيراني سيكونان مصير أصحابهما كمصير صدام. الآن يصل أحدهم عن طريق التجارة إلى منصب الرئاسة الأمريكية ويطلق في الأمم المتحدة تصريحات جاهلة تدعو إلى الكراهية. هل يظن أنه قادر بكلامه على إخافة الشعب الإيراني ولو بمقدار بعوضة؟ الأمر لا يعد أكثر من ضوضاء. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أكدت أن كل الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران ترى أن الاتفاق تم احترامه بما فيها الولايات المتحدة. وعقب اجتماع في الأمم المتحدة لأطراف الاتفاق قالت موغريني أنه لا حاجة لإعادة التفاوض على أجزاء من هذا الاتفاق الدولي، فيما قال وزير الخارجية الإيراني أن اللقاء بحث خرق واشنطن تعهداتها.
الاتفاق النووي مع إيران لا يشبه معاهدة باريس للمناخ لكي تقبله الدول أو ترفضه. إنه اتفاق مبرم بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه فضلا عن إيران. صادق عليه مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وأصبح نافذا منذ عامين. لكن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب حاولت إعادة النظر فيه. لقد كان نقاشا صريحا ومفتوحا وعميقا، واتفقنا على أن جميع الأطراف تنفذ الاتفاق بالكامل حتى الآن. أشاطركم الرأي أننا نعيش أوقاتا صعبة في عالمنا اليوم في ظل عدد كبير جدا من الصراعات والأزمات، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمل تفكيك اتفاق يعمل. هذا الاتفاق ليس ثنائيا وليس اتفاقا بين 6 أو 7 أطراف، هو اتفاق لمجلس الأمن الدولي، وعليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بتنفيذه. كان أول لقاء يجمع وزيري خارجية إيران مع نظيره الأمريكي منذ فوز الرئيس ترامب. لقاء انتهى بموقف موحد من المجتمع الدولي بأن الاتفاق النووي مع إيران لا يمكن التراجع عنه، وإذا كان هناك من خلافات بين الدولتين حول أمور أخرى فليتم ذلك في مكان آخر. في ديباجة الاتفاق كان هناك توقع واضح من الأطراف التي تفاوضت بشأن الاتفاق النووي بأن إبرام الاتفاق سيسمح للأطراف بالسعي إلى إيجاد منطقة أكثر استقرارا وسلما. للأسف بعد توقيع الاتفاق نحن نشاهد كثيرا من الأمور باستثناء السلام والاستقرار في المنطقة. بدوره أكد وزير خارجية إيران أن الجميع متفق على أن الولايات المتحدة هي المنتهكة الفعلية للاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لا تطبق الاتفاق النووي، فهي أخلت بثلاثة بنود رئيسية، فيما إيران ملتزمة بالاتفاق بحذافيره. في محصلة هذه اللقاءات بت المجتمع الدولي بأن إيران ملتزمة تماما بالاتفاق النووي، وأن الولايات المتحدة عليها أن تلتزم مثل بقية الدول، لأن هذا الاتفاق دولي الطابع. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. ردود الفعل التي أثرتها كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العمومية لم تقتصر على أروقة الأمم المتحدة، فإضافة إلى رد الرئيس حسن روحاني انهالت الردود الإيرانية على البيت الأبيض. حازم كلاس. لم يعد السجاد الأحمر مفروشا تماما أمام الاتفاق النووي، تعرف طهران هذا جيدا، لكنها تعرف أيضا أنها نجحت في تحقيق إجماع دولي للحفاظ عليه على الأقل حتى الآن، رغم وصول التصعيد الكلامي إلى أوجه بين طهران وواشنطن. على من يخل بالاتفاق النووي أن يعلم أن كل الخيارات بالنسبة لإيران موضوعة على الطاولة، ولا تواجه مشكلة في اختيار أي منها، وإذا انتهى الاتفاق النووي فإن إيران ستواصل تقدمها الاقتصادي. لم يلتقي الإيرانيون يوما على الاتفاق النووي كما هم اليوم، وفاق ينبع من نظرة تجمع على عدم السماح لواشنطن بتحقيق ما تريد، مقابل نظرة أمريكية تسعى إلى إظهار طهران مخلة بالاتفاق. إبعاد الخطر عن اتفاق وصف يوم إنجازه بالتاريخي لا يعني أن القلق لا يساور البعض هنا من طروحات تحوم حوله خاصة من فرنسا، لكن هذا شيء، والتنافس في الرد على الرئيس الأمريكي شيء آخر. سياسيا وعسكريا وشعبيا انهالت الردود الإيرانية على البيت الأبيض، من دعوة روحاني ترامب إلى الاعتذار وصولا إلى وعود قائد الحرس الثوري بردود موجعة لأمريكا في الأشهر المقبلة. أمريكا وترامب دائما يكيلان الاتهامات وكلامهما مكرر، وسنرد عليهما بقوة كما في كل مرة. السوق الدولية تريد التعامل مع إيران، الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا. السيد ترامب وأي أحد آخر لا يستطيع الوقوف في وجه هذا. إيران التزمت بخفض تخصيب اليورانيوم وما إلى ذلك، لكن أن يتحدث البعض عن صواريخنا وأسلحتنا فهذا لا يحق له، وما من دولة تقبل بذلك. تتفائل طهران دبلوماسيا بمواقف دولية داعمة للاتفاق النووي، ولا سيما من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، فتخلص إلى القول إنها لن تكون البادئة بترك الاتفاق. على مفترقي طرق يقف الاتفاق النووي وهو على أعتاب العام الثاني من دخوله حيز التنفيذ،
فإما الاتفاق كاملا كما هو أو لا اتفاق كما تقول طهران، وإن حدثت أي تطورات فلكل فعل رد فعل. حازم كلاس، طهران، الميادين. في المقابل حظيت كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني باهتمام إسرائيلي ترافق مع القلق من التطورات في سوريا، ولا سيما فيما خص الحضور الإيراني فيها. منال إسماعيل. باهتمام تابعوا في إسرائيل كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما بعد الهجوم الذي شنه ضد إيران كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على المنصة نفسها. الرئيس الإيراني حسن روحاني رد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الانتقادات من جهة الولايات المتحدة وإسرائيل، واتهم إسرائيل بالنفاق لأنها تحتفظ بترسانة نووية كبيرة. محللون رأوا أنه بالرغم من التحريض الأمريكي والإسرائيلي ضدها فإن إيران ماضية في مشاريعها ولا سيما النووية منها. إيران انتقدت بشكل لاذع خطاب ترامب. روحاني اعتلى المنصة وألقى كلمة، ويبدو أن إيران لم تنفعل من الضغط الأمريكي والإسرائيلي، وبحق، لأن أمريكا وإسرائيل معزولتان في هذا الموضوع، أي طلب إلغاء الاتفاق النووي أو على الأقل تغيير بنود فيه. لذلك ليس هناك تراجع من قبل إيران. الاهتمام الإسرائيلي بمواقف المسؤولين الإيرانيين يأتي على وقع القلق في إسرائيل من التطورات الحاصلة في سوريا، ولا سيما لجهة الإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة. إنني أسمع منذ أيام تصريحات من الحكومة ورئيسها بأننا لن نسلم بوجود إيراني ولن نسمح بهذا وذاك في الجانب الثاني من الحدود، لكن يجب على الجميع الاستيقاظ، فهذا الأمر قد حدث ونحن سلمنا بالأمر. إسرائيل تلقت هزيمة استراتيجية في الحرب الأهلية السورية رغم أنها لم تكن طرفا فيها. لماذا؟ لأن الأسد ما زال في السلطة، وأيضا الإيرانيون وحزب الله هم الجهة المسيطرة، ومن ضمن ذلك في مكان قريب جدا الآن من حدودنا. إذن عندما يقولون لم نسلم ولن نسلم، أعتقد أنه سبق وسلمنا. القلق الإسرائيلي من الحضور الإيراني في سوريا وجد أفضل تعبير له في التصريحات التي منحها رئيس هيئة الأركان العامة غادي أيزنكوت لوسائل إعلام إسرائيلية، والتي قال فيها إن إسرائيل تنظر إلى التطورات الأخيرة في سوريا على أنها خطيرة، وأنه في حال حصول تمركز إيراني هناك فإن ذلك يعد بشرى سيئة لإسرائيل. إلى اليمن، حيث استشهد 4 مدنيين وجرح 3 بغارة لطائرات التحالف السعودي على سيارة مدنية بمديرية عبس في محافظة حجة غرب البلاد. الجبهات الحدودية اشتعلت إبان احتفال أنصار الله بالذكرى 3 لثورة 21 سبتمبر. الجيش اليمني واللجان الشعبية مقابل حرس الحدود السعودي، معارك نتيجتها اعتراف سعودي بمقتل 4 جنود خلال مواجهات في نجران. وعلى الرغم من الغارات المكثفة لطائرات التحالف السعودي والتي تجاوزت 100 على مديريتي حرد وميد الحدوديتين، إلا أن الجيش واللجان تمكنوا من صد العشرات من محاولات زحف متكررة لقوات سودانية وإماراتية وسعودية عند الساحل الغربي لمحافظة حجة غرب اليمن. وفي جيزان قتل وجرح العديد من الجنود السعوديين إثر هجوم مباغت للجيش اليمني واللجان استهدف موقعا مستحدثا للقوات السعودية في منطقة نعشاو. يأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف واسعة للجيش السوداني والقوات السعودية والإماراتية تجاه منطقتي الحثيرة والرمضة الحدوديتين، وأسفرت عن مقتل العديد من الجنود السودانيين بحسب مصدر عسكري يمني للميادين. وفي قطاع عسير المجاور لجيزان استهدف الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين وقوات هادي في مجمع الربوعة بعدد من صواريخ الكاتيوشا.
أما في جبهة نهم فقد نفذ الجيش واللجان 6 عمليات هجومية متزامنة على مواقع قوات هادي في القتب والعقران والحول والمنارة وعيد والمدفون عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. في محافظة الجوف شن الجيش واللجان هجوما على مواقع قوات هادي في التلة الغربية في وادي وقز ومعسكر السلان بمديرية المصلوب شمالي غرب المحافظة. شهد ميدان 70 في العاصمة اليمنية تظاهرة حاشدة في مناسبة الذكرى 3 لثورة 21 من سبتمبر. أحمد زبيبة. لم يخفي اليمنيون هنا فرحتهم بذكرى انطلاق ثورة 21 من سبتمبر، فرحة احتشدوا للتعبير عنها في ميدان 70 بصنعاء وللتأكيد على استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها بتطهير أراضي اليمن من الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية وغيرها حسب وصفهم. أن ثورتنا مستمرة وأننا مع الأمن والاستقرار، وبإذن الله سيتحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه في المستقبل. المحافظات الجنوبية ومأرب وأجزاء من تعز، هذه المحافظات الآن ترزح تحت حكم المحتل السعودي والإماراتي، ويتم التنكيل بهؤلاء المواطنين الشرفاء في المحافظات الجنوبية والشرقية. وفي هذه الساحة المباركة، الساحة الثورية، نقول إننا قادمون على تحرير كل شبر من اليمن. رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ومن على منصة الاحتفال أشار إلى أن الثورة جعلت القرار بيد اليمن بعد التخلص من الوصاية والهيمنة الخارجية التي ظلت تكبل اليمنيين لعقود مضت. تلك الثورة الشعبية الشريفة التي أسقطت نظام العمالة والتبعية والفساد وأطاحت برموز العمالة والتخلف والإرهاب، وفتحت الباب لانعتاق القرار السياسي اليمني من مرحلة الوصاية والهيمنة الخارجية التي ظلت تكبل شعبنا بقيود الفقر والتخلف والقمع. ووسط هتافات المحتشدين تم استعراض جزء من غنائم الجيش واللجان الشعبية خلال مواجهتهم قوات التحالف على الأرض، والتي تتضمن عددا من المدرعات الإماراتية التي اغتنموها كصورة من صور الانتصار في مواجهة التحالف والاستمرار في التصدي له. 3 سنوات مضت على ثورة 21 من سبتمبر، وفي ذكرى انطلاقها تؤكد الحشود هنا على تمسكها بالثورة رغم ما واجهته من حرب التحالف التي حاولت إفشالها منذ ولادتها. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. يمنيا أيضا الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام أكد في حديث للميادين أن مفاوضات الحل في اليمن باتت شبه مجمدة بسبب الدور السلبي للأمم المتحدة. نحن نقاطع أي تواصل مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ نتيجة فشله في إدارة الحل السياسي، بل فشل في إدارة الأزمة. لم يستطع أن يقدم رحلات مدنية لجرحى خرجوا تحت ضمانات الأمم المتحدة. حوصر الوفد الوطني في سلطنة في عمان 3 أشهر، لم يستطع حتى أن يدين، لم يستطع أن يقوم بخطوة فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية. لم يستطع أن يدين واحدة من المجازر المعروفة المشهورة التي تدينها عشرات من المنظمات الدولية. اليوم يختزل الحل أنه في ميناء الحديدة. اليوم يحاول أن يجزئ الحل السياسي. شارك عشرات الآلاف من سكان كاتالونيا وسط برشلونة الإسبانية في تظاهرة احتجاج على موقف الحكومة الرافض للاستفتاء بشأن انفصال الإقليم المقرر في الأول من الشهر المقبل. وفيما احتجزت الشرطة نائب رئيس الحكومة الكاتالونية إلى جانب 11 شخصا آخرين، أعلن متظاهرون نيتهم مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات التي عمت 40 مدينة إسبانية.
في أرضنا المحتلة فلسطين مكتبة هي الأولى من نوعها، تضم أرشيفا للفن التشكيلي وآخر للموسيقى والأفلام. المكتبة افتتحت في بيت لحم لتشجيع الفن والفنانين الفلسطينيين. نسرين سلمي. هي مكتبة تختلف عن المعتاد، فعلى رفوفها ما يمتع القلب ويسعد الروح وينعش العقل، وهي الأولى على مستوى فلسطين التي تضم كتبا وأفلاما ولوحات من الفن التشكيلي الفلسطيني. هي مكتبة كلية دار الكلمة الجامعية في بيت لحم التي تميزت باحتوائها أرشيفا لفنانين تشكيليين فلسطينيين، وتضم في مرحلتها الأولى 33 لوحة تشكيلية ومجموعة من المطرزات اليدوية التي تعكس التراث الفلسطيني لتكون بمثابة ملهم لطلبة الجامعة. سيكون فيها أرشيف للفن الفلسطيني توثيقه، وحصلنا على مجموعتين فريدتين جدا من الفن التشكيلي الفلسطيني من فنانة فلسطينية مقيمة في أمريكا وأخرى هاجرت إلى أمريكا واستودعوا قطعهم الفنية عندنا، وبالتالي سيكون أول أرشيف للفن الفلسطيني أيضا التشكيلي هنا في فلسطين. المكتبة ضمت في ثنياها ما يزيد على 25 ألف كتاب جمعت مختلف أنواع الفن من الرسم والموسيقى والتمثيل وغيرها حتى فن الطهو، على أمل أن تضم المزيد من المراجع الفنية لتكون مقصد الفنانين والباحثين. أول مكتبة متخصصة في برامج الفنون، وعم نحكي على الفنون المرئية والفنون الأدائية، من فنون تشكيلية، من صناعة أفلام، من موسيقى، من مسرح، كمان فن حتى إعداد الطعام والطهي، وفيها إن شاء الله رح يوصل العدد إلى 25 ألف مجلد متخصصين بهاي المجالات ومجالات التصميم كمان والحرف. ولم يغب عن رفوف المكتبة مجموعة قيمة من الأفلام العالمية وأخرى وثائقية فلسطينية وعالمية، إضافة إلى مكتبة موسيقية كبيرة. نسرين سلمي، بيت لحم، الميادين. ثقافيا أيضا، وهذه المرة في بيروت التي أطلق معرضها للفن في دورته الجديدة تحت عنوان النضج والعروبة. المعرض يشارك فيه 230 فنانا يقدمون 1400 لوحة وعمل فني في حدث دولي يحمل هموم الفنان العربي وأسئلته المصيرية. برنامج فني تشكيلي استثنائي تشهده بيروت لعدة أيام، ما يعيد التأكيد على دور العاصمة اللبنانية كأحد أكثر مراكز الإبداع المعاصر حيوية اليوم. الفنانون يأتون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ويشكلون متحفا تحت اسم عروبة، طارحا أسئلة وجودية حول الهوية العربية وما تطرحه من قضايا على الفن العربي من أزمات ومشكلات سياسية واجتماعية. وفي بيان صادر عن المعرض يقول المنظمون إن بيروت بما هي جسر بين الشرق والغرب ينشئ المعرض ويبني روابط فنية بين الثقافات المتنوعة ويعزز التعاون بين صالات العرض مع التزام واضح بالاكتشافات. هالسنة في معرض يعني مهم جدا هو اسمه عروبة The Eye of Lebanon أو عروبة عيون من لبنان من تنسيق روز عيسى. حبوا المنظمين أنه يدعوا روز عيسى تنظم أو تنسق هيدا المعرض يلي هو كناية عن أعمال فنية لفنانين بهالعشر سنين، آخر العشر سنين عبروا فنيا عن مواقف سياسية أو اجتماعية بشكل كتير معاصر. المعرض الذي أسس منذ 7 سنوات أخذ على عاتقه تسليط الضوء على سوق الفن الديناميكي المحلي وتعزيزه، وركز على إطلاق المبادرات المؤسسية والخاصة التي تسهم مباشرة في زيادة تقييم الفنانين المحليين والإقليميين سواء الحديثين أو المعاصرين. الإشكاليات الفنية واحدة لدى جميع المشاركين، والهموم واحدة، والصراعات التي يعيشها عالمنا وحدة الريشة، ليبدو المشهد إنسانيا صادقا معبرا عن حاجات اجتماعية راهنة وبشكل خاص عند الشباب العربي واللبناني. وتبرز في المعرض توجهات لدى الفنانين لإدانة الإرهاب ولا سيما ما تسبب به من
دمار للآثار والمواقع التاريخية في مناطق عربية عديدة. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. القوات العراقية تحرر قضاء عنا غرب الأنبار وتتقدم في الشرقاط تمهيدا لتحرير الحويجة. وزراء خارجية العراق وإيران وتركيا يعلنون تنسيق خطواتهم ضد استفتاء كردستان ويؤكدون الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة يستعدون لتطهير حويجة صقر بغطاء جوي روسي. ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات. الرئيس اللبناني في الأمم المتحدة يدعو إلى جعل لبنان مركزا للحوار بين الحضارات. في ذكرى ثورة سبتمبر مسيرة حاشدة في صنعاء، وأنصار الله يتهمون الأمم المتحدة بتجميد الحوار لحل الأزمة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. وزميلة وفسرايا توافيكم على رأس الساعة بنشرة جديدة. إلى اللقاء.